الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، وقفنا عندها من سنن ابن ماجه. نعم. يروى المصنف بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عباس وعبد الله بن عباس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من عبد الاربعه من السبعه المكثرين عن النبي الامين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني الإنسان وسورة السجدة. وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من العشر المبشرين بالجنة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. رواية ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ في صلاة الصبح عن النبي: صبحكم الله بكل خير، جزاكم الله خير، عليكم السلام وبركاته. يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال إسحاق: هكذا حدثنا عمرو بن عبد الله عن عبد الله، لا شك في ذلك. الحديث هذه دلت على أن السنة أن يقرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذه السنة، السنة أن يأتي بالسورتين، سورة الإنسان وسورة السجدة. وقد نقول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما، قد ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليهما كل فجر جمعة يصلي الإنسان والسجدة. وهذا لأن يوم الجمعة ويا خير يوم انطلقت على الشمس وفيه تقام الساعة والسجدة والإنسان يذكران بالساعة، وهذا اليوم محل لقيام الساعة، هذا اليوم هو محل لقيام الساعة. كثير من الناس يبتدعون في هذا الباب من البدع بأنه يأتي بصورة السجدة يقرأ الآيات التي فيها السجدة وبعد ذلك يصعد ولا يقرأ مرة ثانية، ومنهم أن يأتي بأي سورة فيها سجدة ويقول هذه السنة، وكل ذلك ليس من السنة، ولو استمر عليه يكون قد ابتدع في دين الله جل في علاه. وقال مصنف: باب القراءة في الظهر والعصر، باب القراءة في الظهر وفي العصر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن شيبة وسرد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه مالك بن سنان عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك في ذلك خير، قلت: بين رحمك الله. قال: كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته فيجيء فيتوضأ فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر. وسوء الخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مصنف في الظهر والعصر؟ قال: بالتراب لحيته بأبيه وأمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، وكان يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف في الأخرين ويخفف في العصر. وعن أبي سعيد الخدري: اجتمع 30 بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة فيما اختلف منهم رجلان، فقاسوا فما اختلف عنه رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية، وفي الركعة الثانية على نصف من ذلك، وقاسوا صلاة العصر على قدر نصف من ركعتين الأخرين من الظهر. دلت هذه الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر وفي العصر
وقد قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكان يطيل في الركعة الأولى حتى أن الرجل لا يذهب إلى حاجته ثم يتوضأ ويأتي فيدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء كان يطيل من أجل أن يدرك من تخلف الصلاة. وفي أن إدراك الركعة الأولى فيها ما فيه من المزية الكبيرة، وأعظم منها الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام. ومع ذلك أنس كان يقول ما رأيت أتم صلاة وأخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول أبي سعيد ليس لك في ذلك من خير، معنى أنك لن تستطيع الإتام مثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك، شق عليك ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها. وقد ضرب البخاري باب يطول في الركعة الأولى، وأرد حديث أبي قتادة أن الإنسان كان يطول في الركعة الأولى صلاة الظهر ويقصر في الثانية، فعلى ذلك في صلاة الصبح. فلما قالوا كيف كنتم تعرفون، كيف كنتم تعرفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال باضطراب لحيته. وهنا فيه دلالة واضحة جدا على أن القارئ لا يكون قارئا إلا إذا يسمع نفسه، فهنا معنى ذلك أنه كان يحرك اللسان والشفة، نعم، وتحرك بعد ذلك، تحركت اللحية بذلك، وإسماع النفس من اشتراط الشفعي. وإن حرك الشفة واللسان فإنه بتحريك يتحرك اللحية، فإذا القراءة لا تكون قراءة إلا بالتحريك وخروج الهواء ومخارج الحروف أيضا. ولذلك الشافعي اشترط أن يسمع نفسه، وأيضا بعض الأحناف قالوا بذلك. باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر أو العصر، وهذه وردت روى بحديث قتادة أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا. ورأيت البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والضاريات. حديث فيه ضعف، فهذه فيها دلالة أنه صلاة السر الظهر والعصر قد يعرفون القراءة باضطراب اللحية وقد يعرفون القراءة ثم إظهار ما كان مضمرا الآية والآيتين، فكان يسمعهم الآية والآيتين. سبب البلايا هو عدم الاستنباط بالسنة وعدم اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسمعهم الآية أحيانا، فكانت قراءة دون مرعى القلب، فلا يكون قارئا إلا أن يقرأ، والشافعي اشترط أن يسمع نفسه. وفيها الجهر ببعض الآيات في صلاة سرية، وليبين لكم أن السنة وإن كان الستر لا يستخدم إلا بشرط صحة الصلاة. نعم، إذا كان من داب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ ويستسر ويطيل في الركعة الأولى والثانية على شرط الشطر من الأولى، وكان يسمعهم الآية أحيانا، يبقى لنا مسألة قبل أن ننتقل إلى مسألة المغرب، القراءة في المغرب، بأنه من استسر في الجهرية ومن جهر في السرية فإنه لا سجود عليه. والحق أن السجود على الأفعال لا على الأقوال، ولأنه يصح الجهر في السر ويصح السر في الجهر، لأنه لو فعل لبيان الجواز فهذا مطلوب. فباب القراءة في المغرب عن أبي عن ابن عباس عن لبابة أم ابن عباس أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات، فكان يقرأ بالمرسلات عرفا. وعن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بالطور، نعم، حتى وصل إلى قول الله تعالى أم خلقكم غير شيئا هم الخالقون فلأت مسلمان بسلام مبين، قال كاد قلبي أن يطير. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. الحق أن الأصل في القراءة في المغرب بالمفصل، إما أن نقول
ويستحب في بعض الأحيين ليس على الديمومة، ويستحب في بعض الأحيين القراءة بطوال المفصل وأوساطه وقصاره. قصاره هو الأغلب، قصاره هو الأغلب، لكن يستحب أن يصلي بالطور كما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نادر يصلي بالأعراف، لأن الإنسان صلى بالأعراف في المغرب مرة. ذاك البخاري روى في صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بطول الطولين؟ والمقصود بطول الطولين الأعراف، وهذا صراحة على النادر ليس على الديمومة، على النادر، بل الطور على النادر يعني أو على القلة. وكان يصلي بالطور ويصلي بالمرسلات ويصلي بقول يا الكافرون ويصلي بقصار الصور. والمراد هنا القصار، قصار الصور كانت في المغرب، هذه هي الأغلب، هذه هي الأغلب. الفوائد المستنبطة: جواز مراعاة الآخرين عند الصلاة، جواز مراعاة مصلحة الآخرين عند الصلاة. كما كان الإنسان يدخل الصلاة يريد أن يطول فيسمع بكاء الطفل فرحمة بأمه يقصر، وأيضا كان يصلي الركعة الأولى فيطيل فيها حتى من ذهب إلى البقيع، من ذهب يتوضأ يرجع يدركه في الركعة الأولى. ودلالة واضحة جدا على فعلي أنه تصح الصلاة ولا تبطل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من لحيته، لكل من أراد أن يأخذ من لحية طولا وعرضا تحسينا، لكل من أراد أن يحلق اللحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، ما كان يأخذ من لحيته من شيء. ولذلك كانوا يعرفون القراءة باضطراب اللحية لأبي وأمي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفوا وفروا، النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. فالنادر لا حكم له هذه في إيش؟ في المغرب أنه صلى بالأعراف، وهذا نادر لا ينبنى عليه أحكام، النادر لا حكم له. لو في أسئلة تفضل. كل ضيف ينزل على البيت له حق الضيافة يوم وليلة، ويكون ذلك بين على صاحب المنزل. نعم نعم هكذا. ما ضابط في إطارة القراءة في صلاة الفجر من 50 آية إلى 100 آية؟ من 50 آية إلى 100 آية. لو زاد الإمام تكبيرا عند انتقال الأصل ألا يزد للسهو، لأن الأمر كان بالأقوال لا سوى الأفعال. نعم هذا صحيح. أصل سجود السهو على الأفعال لا على الأقوال، أصل سجود السهو على الأفعال لا على الأقوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي.